أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال، أن مملكة البحرين تمتلك القدرة والكفاءة العالية لاحتضان مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، مبديا سموه ثقته الكبيرة بتحقيق البحرين لنجاح جديد في أسبوع بريف الدولي للقتال والذي يقام في البحرين تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنظيم من الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة. يشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواء والنسخة 18 من بطولة القتال الشجاع بريف في الفترة من 11 إلى 18 من نوفمبر الجاري. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لصالة مدينة خليفة الرياضية بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، رئيس اللجنة التنفيذية لأسبوع بريف الدولي للقتال سعادة السيد خالد عبد العزيز الخياط، ورئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة سعادة السيد كريث براون، والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي السيد دانزين وايت، وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجان العامة باسم بريف الدولي للقتال وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي. خلال الزيارة قام سموه بجولة تفقدية في أرجاء صالة مدينة خليفة الرياضية للإطلاع على جاهزية احتضان منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال، وزار سموه موقع المعرض المصاحب. استمع سموه لشرح عما سيتضمنه هذا المعرض من معروضات وفعاليات مصاحبة والتحضيرات النهائية التي وصلت إليها اللجنة التنفيذية للإعداد والتحضير المثاليين لإقامة هذا الملتقى الرياضي الدولي. قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن مملكة البحرين استطاعت أن تبهر العالم في استضافتها وتنظيمها المميز لأسبوع بريف الدولي للقتال العام الماضي، والذي شهد إقامة النسخة الرابعة من بطولة العالم للهواء لأول مرة في الشرق الأوسط والقارة الأسيوية، حيث كسبت المملكة ثقة الجميع لا سيما الاتحاد الدولي الذي منحها احتضان النسخة الخامسة والسادسة، لتصبح البحرين أول دولة في العالم تستضيف منافسات هذه البطولة لثلاث سنوات متتالية. تابع سموه: نحن اليوم على مشارف انطلاقة جديدة لأكبر حدث رياضي في قارة آسيا برياضة فنون القتال المختلطة والمتمثل بأسبوع بريف الدولي للقتال، والذي يشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم للشباب والكبار الهواء، وكذلك النسخة 18 من بطولة بريف للمحترفين، حيث نتطلع لمواصلة نجاحاتنا في رياضة فنون القتال المختلطة عبر هذا التجمع الرياضي الدولي، لنؤكد للجميع أن البحرين محطة رئيسة بارزة في سماء رياضة فنون القتال المختلطة العالمية. مثمنا سموه رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والتي سيكون لها بالغ الأثر الواضح في تحقيق النجاح المطلوب، مشيدا سموه بتعاون الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية ودعم المؤسسات الخاصة لإقامة منافسات وفعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، معربا سموه في الوقت نفسه ذاته عن ثقته برئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وجميع العاملين في إبراز هذا الحدث في أبها حلة. في ختام الزيارة تسلم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة من عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، رئيس اللجنة التنفيذية لأسبوع بريف الدولي للقتال سعادة السيد خالد عبد العزيز الخياط هدية تذكارية، وهي عبارة عن قميص المنتخب الوطني والقميص الخاص بأسبوع بريف الدولي للقتال.